عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مجد، هسوي لكم فيديو قصير كيف تخلي ايباداتكم زي الاي او اس. انا عندي ايباد اي او اس، حط التطبيقات يعني الناس بتحملوها، لانشر. شوف هذا التطبيق لانشر اي او اس 16 لوك سكرين اي او اس. طريقة مرة سهلة، تدخلوا التطبيقات والاشعارات بس فقط للهواوي الاندرويد. انا عندي ابل بس انا هناك تطبيقات إدارة التطبيقات الافتراضية، واجهة المستخدم الرئيسية تختاروا، شاشة الهواوي الرئيسية تلغوها تختاروا من هذا التطبيقات اللي تحملوها. مثلا خلينا نختار هذا، تغير يا رهيبة فيه. يعني شوف يغير لكم الشاشة، مرحبا. خلاص كده تغيرت. ايش بقى كده معلقة معلقة، تريد انتقال للمشكلة ايش مكتوب؟ خلاص مو مكتوب، صبر كده. هذا ترى هذا ينفع لكم، اسوي كده. شفتوا هذا الشيء الدائرة قاعد اضغط عليه ما يخرج، وهذا مرة ينفع لكم. يعني علمتكم شيء بسيط يعني. مع السلامة، صار لنا نجي فيديو بعدين.